السلام عليكم ما هو الوعي؟ حلقة اليوم عن الوعي ومؤكد حلقة واحدة ما تكفي عن الوعي لأن هذا موضوع جدا مهم وحساس فستكون عدة حلقات متتالية أو متفرقة الوعي مهم جدا لأن خبرتنا بالوعي جوهرية لدرجة أنها مهمة لذواتنا لكينونتنا ولدرجة أنه بسبب الوعي نادرا ما نلاحظ أن شيئا ما تغير أو شيء غامض موجود حولنا بسبب الخبرة يعني إذا أريد نعطي تعريف قصير للوعي سنقول هو الخبرة بحذاتها الوعي هو الخبرة لذلك من السهل أن ننتبه إلى ذلك السؤال العميق السؤال المهم في كل لحظة من حياتنا لماذا يتحلى أي تجمع للمادة في الكون بالوعي؟ لذلك نتجاوز نحن التفكير في هذا اللغز وكأنه شيء لم يكن وكأنه وجود الوعي في حياتنا أمر بديهي جدا لا داعي إلى أن نسأل ونستسر لا داعي لأن نتعب أرواحنا به كأنه نتيجة حتمية لوجود حياة معقدة هذه الحياة المعقدة لابد أن يكون بها وعي لكن مع ذلك عندما ننظر الى الامر عن كثب نجد ان هذا الوعي هو اغرب شيء في حياتنا البشريه على الاطلاق على الاطلاق التفكير بالوعي يمكن ان يثير عندنا متعه رهيبه جدا هذه المتعه اللي نستمدها من التامل نفس المتعه التي ممكن ان نحظى عليها عندما نعرف طبيعه الزمان او نبحث عن اصل الماده او اصل الكون أوصل الوجود عندما نتحدث عن الوعي بالضبط هذا الامر يستثير داخلنا في فضول عميق جدا ازاء انفسنا ازاء هذا العالم اللي نعيش به لاحظ انه انت عندما تنظر الى السماء الاحساس المعتاد عندك وعندي وعند كل البشر انه احنا على الارض في الاسفل والسماء توجد فوقنا نرفع راسنا الى السماء نحن تحت والسماء فوق وهذا تصور غير دقيق وغير صحيح على الاطلاق. على الرغم معظم الغالبيه العظمى من البشريه يعرفون انه إن هناك شيء اسمه الجاذبيه، هذه الجاذبيه تجذبنا نحن الى الارض وان الارض تدور حول الشمس وانه لا يوجد اصلا شيء اسمه اعلى وشيء اسفل في حقيقه الامر، كلنا نعرف هذا الشيء لكن مع ذلك شعورك وشعوري وشعور معظم الناس باننا موجودون في الاسفل والشمس فوق والقمر فوق وغيرها ظل بدون تغيير بسبب الوعي تراكمات الاف السنين صعب بسبب الوعي عن غيرها ونحن نعرف جيدا انه حقيقه وضعك ووضعي ووضع الناس كلها هو اننا نسبح في هذا الكون على سطح هذه الكره الارضيه العملاقه بالضبط هذه العواصف الترابية التي تهب على العراق فتغطي العراق والسعودية والكويت وجزء من الاردن وسوريا تخيل هذه العاصفة العاصفة الترابية العملاقة جدا مجرة درب التبانة هي حبة حبة رمل واحدة في هذه العاصفة كذلك الارض يعني كذلك هو مؤكد اذا درب التبانة الارض جزء من هذه المجرة فكذلك هو الوضعية نحن حبة رمل في هذه الصحراء في هذه العاصفة اللامتناهية إذا الوجود على الأرض عندما نقول نحن على الأرض لا توجد سماء وهنا أرض لا وجودنا بالأرض ما يفصلنا عن السماء نحن في نفس هذه العاصفة الترابية ضربت بها مثل بالواقع إحنا دائما نستطيع أن نقول أنه نحن في الفضاء الخارجي لا يوجد فضاء خارجي بعيد عنه إذن بالعودة إلى موضوع الوعي من أجل أن نعرف ما هو الوعي يجب أن نزعزع يجب أن نتخلى عن كل افتراضاتنا اليومية بشأن العالم اللي نعيش به تلك الافتراضات التي أخذناها على علاتها كثير من الحقائق مهمة مهمة بحياتنا على الإطلاق مثلا تتكون المادة في أغلبها من فراغ خاوي هذا صحيح الارض هي عباره عن كره دواره هذه الكره واحده من مليارات الانظمه الشمسيه موجوده بها صحيح ايضا نفس الشيء كائنات المجهريه تسبب المرض وهكذا هذه امور حقيقيه بحياتنا لذلك نحتاج الى تكرارها الى انه هذه الحقائق نكررها مرارا وتكرارا من اجل ان تتغلغل بمشاعرنا تتغلغل في ثقافتنا وتصبح اساس للتفكير الصحيح الوظ... الو... الوعي هو ليس امر سهل، لا ابدا. موضوع صعب جدا، مركب جدا، محير للغايه. للفلاسفه من ارسطو لحد اليوم وسيبقى. محير للعلماء، للفلاسفه على حد سواء. يحتل مكانه خاصه جدا في الفكر. ولذلك يستخدم الناس هذه الكلمه بعده طرق، على سبيل المثال عندما تقول ما هو الوعي؟ كثير من الناس يقولون هو الاشاره الى حاله اليقظه اليقظه هي الوعي او الناس يقولون ان الوعي هو ان عندك شعور بذاتك او القدره على التامل في الذات هكذا هي تعريفات للوعي لكن مع ذلك اذا احنا نريد ان نحدد بالضبط هذه الخاصيه الغامضه هذه التي تشكل جوهر الوعي ما الذي يكون الوعي من أين يتشكل هذا الوعي؟ يجب أن نركز على ما يجعل هذا الوعي فريد بحد ذاته. اللغز بأكمله أين يكمن؟ يكمن في أننا نريد أن نعرف السبب وراء إضاءة أنوار الوعي. كيف هي البدايات الأولى للوعي؟ مادة تتجمع تتكون وإذا بها لديها وعي، كيف تكون هذا الوعي؟ نستطيع أن نسأل أيضاً. بشكل عام الانسان كائن عاقل كائن حي من ضمن الكائنات الحيه السؤال عند اي نقطه بهذا الكائن الحي اتطور هذا الوعي وصار عنده وعي بحيث هذا الوعي داخل الانسان انبثق الى الوجود متى اصبح الانسان يعي؟ تعال على البدايات البدايه بدايه الانسان اين تكون؟ تكون ب الكيسة الأريمية ما هي الكيسة الأريمية الكيسة الأريمية هي موجودة ببطانة الرحم قريب من الجزء العلوي هذه الكيسة الأريمية البشرية يعني تتكون بعد ستة أيام تقريبا من تخصيبها بالبويضة من تخصيب البويضة من تخصيب البويضة عن طريق الحيمن هذه الكيسة الأريمية تتكون فقط من 200 خلية بداية الإنسان أول ستة أيام 200 خليه بالكيسه الاريميه المعلقه ببطانه الرحم في الجزء العلوي اذا هذا الكائن اللي هو الانسان بدايته 200 خليه طبعا مؤكد انه احنا ما نستطيع ان نفترض انه يوجد شبه بينه وبين هاي الكيسه الاريميه او ال200 خليه وبين الانسان هذه المجموعة الدقيقة من الخلايا الميتين هي الإنسان؟ لا صعب لكن بمرور الوقت هذه الخلايا الميتين تتكاثر تتكاثر وتزداد وتتطور وتتحول ببطء من أجل أن تصبح طفل بشري يملك دماغ بشري قادر على اكتشاف التغيرات في الإضاءة قادر على التعرف على صوت أمه وهو لا يزال حتى في الرحم على العكس بالضبط من جهاز الكمبيوتر الذي يستطيع أيضا أن يكتشف الضوء يستطيع أن يتعرف على الأصوات لا فان الطفل وهو في رحم امه عند هذه المعالجه تكون مصحوبه بخبره او بشعور بالصوت وكذلك بالضوء. الطفل وهو بطن امه عندما يريد تريد امه على سبيل المثال مثلا تريد تقوم بعمليه اجهاض. فعندما يقترب الدكتور من عندها الطفل وهو في بطن امه جنين يهرب الى ابعد نقطه في رحم امه من اجل ان ينقذ حياته، طيب هو ماذا يعرف عن الحياه؟ ماذا يعرف عن الموت طفل شهرين أو ثلاثة يحاول النجاة بنفسه إذا عندما تسأل في أي مرحلة من مراحل هذا الطفل هو في بطن أمه أو عندما بلغ أو كبر أو خرج الحياة في أي لحظة صار عنده وعي سوف يخبرنا الحدث يقول حسنا انه الان ثمة خبرة تعاش هنا، متى نستطيع ان نقول انه اصبحت عنده خبرة؟ خبرة هي الوعي كما قلنا كما سبق وان قلنا بالبداية، الوعي هو الخبرة، متى اصبحت عند هذا الطفل اللي هو بطن امه برحم امه اصبحت خبرة، الموضوع كله موجود في التطور في التحول. اولا بالبداية لا يوجد اي شيء، لا وعي ولا اي شيء، ثم فجأة وعلى نحو سحري في اللحظة المناسبة ينبثق ذلك الشيء اللي نسميه الوعي كيف انبثق هذا الوعي من أين أتى إذا بغض بغض النظر عن التساؤلات اللي نقولها عن مدى ضآلة هذا الشيء الأولي اللي هو الوعي فإنه هناك شرارة هناك شعور هناك ضوء هناك خبرة هناك تجربة اشتعلت على نحو واضح لهيب بسيط في قلب ذلك الجماد في ذلك الطفل الذي موجود في رحم امه على اي حال عندما نقول انه هذا انسان طفل ولد رضيع منين يتكون؟ يتكون من جسيمات انا وانت وكل البشر نتكون من جسيمات هي بالضبط لا تختلف عن تلك الجسيمات الموجوده بالغبار الكوني نحن البشر والنجوم نتشابه في 97% من الجسيمات الموجودة الجسيمات اللي تشكل جسم الطفل وجسمك وجسم, وجسم جسم الكل كانت في يوم من الأيام مكونات لعدد لا يحصى من النجوم لكن في ماضي سحيق من هذا الكون وبدت هذه الجسيمات تسافر خلال مليارات السنين تسافر وتسافر من أجل أن تستقر في النهاية في جسدك من اجل ان تكون هذا الكائن البشري اسمه الانسان اللي انت جالس الان وتشاهد هذه الحلقه. اذا تخيل تلك المتعه الرهيبه عندما تذهب وتبحث عن تاريخ هذه الجسيمات اللي سافرت لك مليارات السنين من اول ظهور لها في الزمان والمكان حتى اللحظه التي اصبحت فيها انسان حتى اصبحت مرتبه ومهيئه ولديها وعي بحيث اصبحت انسان كامل يبدا يشعر ويحس وعنده خبره ممكن ان يختبر الاشياء باكملها اذا مساله الوعي مساله معقده جدا من المؤكد ان الوعي عندما نقول ما هو الوعي هناك من يقول ان الوعي هو ماده نعم يقول ان الوعي هو عباره عن ماده لان اذا قلنا هو ليس ماده ماذا عساه ان يكون لابد ان يكون ماده وهذا هو اللي احنا عليه رغم كل ذلك فانه الحقيقه هي انه بعض تلك الكتل اللي تشكل لك الماده لها حياه داخليه وهنا السؤال هذه الحياه ما تشبه خصائص اي ماده اخرى رايناها من قبل او تلك التي استطعنا ان نفسرها من اين اتى؟ هل يمكن قوانين الحركه قوانين الحركه الفيزيائيه مثلا اوجدت لك هذا الشيء اللي نسميه الوعي؟ كل هذا الوعي اوجدته تلك القوانين الفيزيائيه، حركه الماده، ممكن؟ يعني فجأة تست... هذه الماده تستيقظ فجأة من لا شيء وتفهم العالم وتكون لديها خبره، ممكن؟ هاي تساؤلات كثيره، لكن يبدو انه اللحظه التي تصبح بها هذه الماده، نحن قلنا ان الوعي هو ماده افترضناها. اللحظه اللي تصبح بها هاي الماده واعيه هي امر غامض جدا وغير معروف جدا هي بالضبط تشبه لك كانه نريد نستفسر عن البكبن او انبثاق الماده او الطاقه كيف اتت للوجود اول مره لذلك هذا لغز لغز الوعي لغز يضاهي او لا يظهر نستطيع ان نقول انه احد اعظم الالغاز البشريه التي حيرت الفكر الانساني على الاطلاق وعلى مر العصور. كيف يمكن ان يظهر شيء من العدم ويصبح الى وجود؟ كيف تنشا الخبره الحسيه في ماده غير واعيه ثم يكون من هذه الماده لا اللاوعيه يتكون الوعي. مشكلة عويصة جدا، على عكس المشكلات السهلة التي نستطيع أن نجد لها تفسير علمي على سبيل المثال سلوك الحيوان أو نستطيع أن نفهم الآلية اللي يعمل بها الدماغ التي التي تؤدي إلى ظهور وظائف عضوية داخل جسم الإنسان. معضلة عويصة جدا هي التي أن نستط... هي التي أن نريد أن نفهم من خلالها أنه كيف تلك العمليات الفيزيائية تنتج لنا خبرة حسية ذات شعور. لماذا تؤدي تكوينات معينه من الماده الى شيء اخر اللي هو الوعي؟ اذا اصبح عندنا تعريف بسيط للوعي اللي قلنا هو الخبره. طيب هنا السؤال السؤال يطرح نفسه حتى نعرف الوعي يجب ان نتخلص من شيء مهم، يجب ان نتخلص من الاحكام الحسيه الشائعه، لان الاحكام الحسيه اللي بداخلنا ممكن ان تعطينا انطباع خاطئ الحدث ممكن ان يخدعنا مع ذلك السؤال الاول هو كيف نشا الحدث عند الانسان بعد ذي بدا الحدث نشا عند الانسان عن طريق الانتخاب الطبيعي عن طريق الانتخاب الطبيعي استطاع هذا الانسان الكائن الحي كانت الحي باكملها ان تزود عن طريق الانتخاب الطبيعي زودنا بسرعة سرعة في, 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 الأحكام سرعة بالمعلومات التي من شأنها أن تنقذ حياتنا فكان على سبيل المثال حتى الحيوانات في الأولية وغيرها عندما يلاحظ مثلا في الليل تحرك أشجار يبدأ لا شعوريا يحدث أن هناك لربما كائن مختبئ خلف الأشجار الذي يقضي عليه ولا يزال يمكن لهذا الحدث اللي تطور بالماضي عن طريق الانتخاب الطبيعي ان يستمر بمساعدتنا حتى اليوم في حياتنا الحديثه على سبيل المثال نضرب مثل نحن الان لدينا قدره على ادراك مخاطر دون وعي، دون معرفه، دون منطق مخاطر قد تكون قريبه من عندنا نستطيع ان ندركها ونتخلص من عندها هذا هو بالضبط اللي يؤدي التقييم الفوري للخطر المحدق بنا الحدث هذا الحدث على سبيل المثال على سبيل المثال امرأة تريد أن تصعد في مصعد من أجل أن تصعد إلى شقتها وبنفس اللحظة يأتي رجل يريد أن يصعد في هذا المصعد فترفض هذه المرأة الدخول في هذا المصعد خشية أن هذا الرجل ممكن أن يتعرض لها كيف عرفت أن هذا الرجل ممكن أن يتعرض لها مع العلم لا يوجد أي سبب منطقي هو رجل عادي كيف الجواب هو أن الدماغ غالبا يقوم بعمليات معالجة يعالج اشارات مفيده قد لا نكون نحن لها مدركين ابدا في تلك اللحظه. هذا الشخص الذي يريد ان يدخل الى المصعد قد يكون متوهج الوجه، قد يكون متسع حدقتي العينين. هذا قد يفسر لك انه مستوى الادرينالين ارتفع عده وبالتالي ممكن ان يوشك على ان يقوم بتصرف غير حميد. وبالتالي نحمي انفسنا كيف؟ لا نعرف، كيف وصلت لنا هذه المعلومة؟ لا نعرف. أو ممكن أن تأتي فتنظر ليلا وإذا أبيك تجد باب العمارة مفتوح. وهنا تحس بخطر. الباب يوميا مغلق، كيف أصبح مفتوح؟ هنا تحس بخطر، السؤال كيف عرفت أنه ممكن أن يحدث لك خطر؟ كيف عرفت؟ لا تعرف. هذا فقط عبارة عن حدث تطور بنتخاب طبيعي بدون أي معرفة. اذا يشكل حدسنا هذا جزء اساسي من حمايتنا ومع ذلك ليس عن طريق الانتخاب الطبيعي تكون حدسنا بل تكون ايضا من خلال التعلم من خلال الخبره والتجربه من خلال الثقافه من خلال عوامل بيئيه اخرى باكملها كونت حدسنا بالتالي سوف يكون لدينا احيانا حدس مفيد في قراراتنا قرارات كثيره شقه تشتريها تدخل في البورصة وباكملها وتنجح بدون وعي بدون تخطيط بدون منطق هذا حدث ناشئ عن معلومات ذات صله اكتسبها الدماغ واخذ الدماغ يقلبها اخذها يقلبها ويفبر لا اخذ يقلبها واخذ بنفس الوقت يقوم بعمليه اختبار لها لكن كلها بطريقه غير واعيه كلها بطريقه غير واعيه ولا منطقية إذا الشير الأبحاث إلى أن إحساسنا الداخلي يكون أكثر موثوقية من إحساسنا الخارجي إحساسنا الداخلي اللي هو الحدث يعطينا نتائج أكثر من التفكير الواعي المنطقي في كثير من المواقف لكن مع ذلك إحساسنا الداخلي قد يخطئ في أحيان كثيرة يمكن أن يخدعنا الحدس الخاطئ اللي موجود بداخلنا يمكن ان يسبب لنا بكثير من المشاكل. لا سيما في الامور الفلسفيه والعلميه التي لم يستطيع ان يتنبا بها التطور. على سبيل المثال عندما تاتي الى التاملات وتاتي الى الاحصاءات. عندما تتامل هذه الاحصاءات وكذلك الاحتمالات الموجوده. سوف تبين لنا انه حدثنا خاطئ ولا يمكن الاعتماد عليه على الاطلاق مثلا كثير من الناس عندهم رهاب الطائرات يشعرون بالخوف والقلق القلق والهلع من ركوب الطائرات كثير من الناس يخاف يسهر بالطيارة على الرغم من أنه هذا الإنسان يجب أن يشعر بالخوف يعني احتمال سقوطه بالطائرة يعني إذا صعد 55 ألف سنة بالطائرة بقى هاي الاحتمالات تقولها 55 ألف سنة يصعد بالطائرات احتمال يتعرض مرة واحدة لخطر الموت تتحطم الطائرة 55 ألف سنة مع ذلك هذا الإنسان يخاف من هذه الطائرات في حين أن السيارات أخطر بأضعاف مضاعفة مع العلم ان الناس ما تعرف هذا الشيء فعندما يجلس خلف مثلا يركب السياره هو لا يشعر برهاب ويرتجف وابدا حتى لو كان يريد ان يذهب الى متجر. مع العلم ذهابه الى المتجر بالسياره اخطر اضعاف مضاعفه من ركوبه بالطائره. لكن مع ذلك هو ما يخاف من السياره ويخاف من الطائره. اذا سلامه الانسان. في مثل هذه الرحلة اللي هي من البيت إلى البقالة تكون أخطر بأضعاف مضاعفة من رحلة بطارة مع ذلك هو من الطائرة إذا بالكاد نستطيع أن نوفق بين حدسنا وبعض الحقائق العلمية الموجودة الأساسية لذلك على سبيل المثال سنين طويلة قرون البشرية تعتقد أن الأرض مسطحة إلى أن اكتشفوا أن الأرض كروية سنين طويلة والبشرية يعتقدون أنه الأرض تدور حول الشمس إلى أن اكتشفوا العكس إذا حدثنا خاطئ أم صعب خاطئ حتى في مجالات البحث على سبيل المثال في فيزياء الكم الحدث لا مو بس عديم الفائدة بل أنه الحدث يسبب لنا بأنه يصبح عقبة في فهم الأمور التي ممكن تفيدنا بالتقدم يعني إذا دا نريد نعرف الحدث ما هو الحدث هو شعور قوي بأن شيء ما صحيح دون ان يكون لديك لا منطق ولا علم ولا فهم بهذا الموضوع هناك اسباب كامنه في داخل الشعور بصرف النظر عما اذا كانت هذه الامور صحيحه ام غير صحيحه تنتهي الحلقه الاولى من الوعي وحلقات اخرى الى ان نحيط بالموضوع باكمله شكرا لكم